يعني كل يريد أن يحظى بالقضاء، وهذا أنا آسف له الحقيقة. هذا حقك يا شيخ، لأنه أخشى على نفس الفتنة. الله يعافيك. فلا أدري من أرضي قبل الثاني، وأنا كنت ولا أزال أقول أن أخونا عبد الله الدوشري كان تفضل واتصل معي وأنا في عمان قبل خروجي بأسبوعين أو أكثر، ولذلك فهو الأسبق. وتجيني يعني كثير من الرغبات والطلبات من مختلف الأشخاص، وكلهم إخواننا وأصدقاؤنا، وكلهم يريدون ما يريد أن يؤخ من الفائدة للجمهور الذي يكون في مخيمهم. وأنا حتى الآن متمسك بمن أعطيته الوعد قبل كل أحد، وهو أنت. لكن أنا في حرج، وأعرف أن إرواء الناس كلهم غاية لا تدرك، فما أدري ماذا أفعل. الحرس البطني هناك مثلا في بعض الأطباء اللي هم مشرفون الآن على معالجتي، وكما كنا من قبل معهم قبل السفرة السابقة كما تعلم، وجودي قريبا منهم قد يكون يعني لمصلحتي ليس فقط الصحية بل والدينية أيضا، لأنه يكون هناك ناس بحاجة من الأطباء والمثقفين وغيرهم من الرجال فيسألون ونجيبهم. لكن كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، فأشيروا علي أنتم بعد أن عرفتم وضعي يعني. ولكن أنا إذا كان عندكم حل. نعم أنا أقول لك الوضع بالنسبة لي وضع المخيم بمنى ما في حجاج، إنما الوضع المخيم فارغ بس للدروس التي يعني تقوم فيها، وطلبة العلم والأخوان الذين يودون مصاحبتك سوف يكونون موجودين في هذا المكان لطلب العلم إلى الساعة 10 من الليل. حجاجي الساعة 10 من الليل يأتون يقيمون في المعسكر، عند الصلاة عند الصباح يصلوا الفجر وينصرفوا إلى المبنى. فالمكان يعني حاولت أن يكون فارغ لطلبة العلم، هذا اللي حرصتنا عليه يعني من أجل الدعوة، وإن شاء الله. أما بالنسبة لأرضاء الإخوان فما أدري، أبو إسحاق يعني يرى رأي أبو إسحاق في هذا الأمر. أنا يعني إخواننا هنا في الكويت رجوني الآن وأنا قادم، قالوا يعني قد يكون لك عند الشيخ خاطر أو مكان يعني، فنريد أن نرى وجهه، يعني نرى وجهه فقط. الله يبارك فيكم. والله هكذا حملوني وقالوا يعني إن كان الشيخ، هذه يعني كلمة استثنائية قبل أن أجيب يا شيخ عبد الله، فقالوا يعني لو مثلا الشيخ يأتي، طالما هنا يأتي مكة غدا الجمعة، فليأتي مثلا بدري شوية بحيث نأخذ منه ربع ساعة ننظر إليه فقط ونصافحه وخلاص. يتمنون هم مئات كثيرة. الله يجزيهم الخير يبارك فيهم يا أخي. هو أنا ولا تؤاخذني لأنه ما في عندي العاطفة الجياش الموجود عند كثير من إخواننا أن نقدر نشوف الشيخ. إيش في الشيخ؟ الشيخ معلش لا هم يعني يرون وسيسمعون. لا شيخ والله يعني الحب الحمد لله العظيم، الحمد لله يعني الكثير في نفوس الشباب لك غير محدود الحمد لله. الله يجزيكم خير. فهو حضرتك يعني أنا أحسن منكم فقط إن شاء الله يعني تكون. أقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. الله يبارك فيك. واغفر لي ما لا يعلمون. الله
بارك في مكة شيخ. فهو حضرتك لو نزلت مكة غدا ممكن يعني ننزل مثلا بدري ساعة أو كده بحيث هؤلاء الإخوة نصف ساعة فقط لا يزيد، يعني لأنهم رجوني وظنوا أن ناجلون في مكة وين؟ في العزيزية. في العزيزية يعني في دار في دار نعم. نعم في عمارة نعم. وهم كثيرون و يعني هو هم حوالي 800 لكن مش كل العدد طبعا هيحضر لان المكان لا يسع. اي نعم. فهو يعني الديوانيه اللي تحت دي كلها لا شك هتكون الان اذا علموا ان الشيخ موجود. نبشرهم يا شيخ ان شاء الله. وبكره يكون يوم السابع. السابع نعم. طيب ما بالك أنت تركت إخوانك المصريين وملت إلى إخوانك الكويتيين؟ لا يعني إخواني المصريين لم أخرج معهم، يعني الدعوة أصلا كانت من الشيخ عبد الله الدوسري، فلما علم إخواننا الكويتيين أني موجود فقالوا يعني كن معنا. نعم. ولكنها سوف الأخ سمير سميري يسلم عليه وإن شاء الله غدا سيصل. هذا ليش؟ هذا سيصل إن شاء الله. السلام عليكم. ما جاء بعد يعني؟ لا الليلة سوف يصل. فنبشرهم يا شيخنا. والله الظاهر المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة مع إخواننا، لأني ما أريد أن أستقل بإبداء الرأي والبدء فيه، فإننا جمع. نعم لكن ونتشاور معهم. ما حضرتك تنزل عند الشيخ عبد الله في البنايه؟ نعم. فهي البنايه بنايه الاخوه بجانب بنايه الشيخ عبد الله ما فيش خمس دقائق، حتى لو نزلنا مثلا في بنايه الشيخ عبد الله يبقى الاخوه خمس دقائق بيننا وبينهم بين الشيشه والعزيزيه، فاذا حتى لو ما فيش مسافه طويله يعني. طيب هي البنايه من منى؟ بناية كويتيين قريبة من العزيزية. ليست من منى. طيب البناية خاصة؟ البناية ليست من منى كمان. ليست من منى لكنها قريبة من منى. قريبة نعم. يعني بعد جمرة العقبة فهي خارج منى. طيب بالنسبة للبناية أو المخيم ولا مؤاخذة، لأنه أنا بالنسبة لوجه ركبي نعم هي من حاضر فرنجي في البناية؟ نعم. فيه؟ نعم. والمسافر قريبة كل؟ نعم. ولكن من الإقامة إن شاء الله من يوم 8 تكون في المعسكر في المخيم في منى، ولكن لأن الحجاج سوف يكونون في النهار يكونون في العمارة ويكون المعسكر لنا إن شاء الله لنشر الدعوة. ويأتون في الليل للمبي. في حال تبليل الحجاج ليس هناك مضايقات يعني أو مزاحمات بالنسبة للمخيم؟ لا ما في. لا لأن الأخوان الساعة 10 يعني سوف تذهب إلى الراحة وهم سوف ينصرفون إلى مخيماتهم والحجاج سوف يأتون، وعند الصبيحة يعني الحجاج سوف ينصرفون إلى البناية والأخوة يأتون. طيب. والمكان يعني إن شاء الله يسع، يعني هو عبارة عن 36 خيمة مفتوحة. في نساء عندكم؟ في الخلف خيمة نساء وفي الأمام خيام للرجال. يعني مفصولة. خيمة ولا خيام للنساء؟ 18 خيمة للنساء. ما شاء الله. 18 للرجال. بمعنى الإخوان معه؟ نعم. نعم. نعم وضعت له خيمة لوحده. نعم. ولا دكتور
ابن زاهر. زاهر. الله اتفق معك؟ لا ما اتفق معي، ولكن وصلني الخبر انه يريد ان ياتي فوضعت له خيمه. خبر الرجل عشان يعني خبره ولا كيف يقول؟ يخبره ما يقول، لان قسم النساء 18 خيمه ما في الا 43 امراه يعني. نعم. لأن المكان تبينه. طيب صباح عرفة. نعم. عندك؟ عندي مخيم بعرفة. نعم، بس قصدي عندك سيارات؟ نعم. لنقل الحجيج؟ نعم. كافية؟ كافية. يعني ما في داعي نحن نجيب سيارات. لا، أنا إن شاء الله الليلة هاتي غدا هاتي بسيارة خاصة، اللي هي سيارة كبيرة اللي تقل لك وتقل للأخوة، اللي هي تعتبر جمس. لا لا، جمس كبير. جمس كبير يعني، لأنها أبو الحارث اللي أعرف، أبو ليلى وأبو عبد الله وامرأتين معهم والشيخ. لكن قد يكون معي صهري وابني. نعم نعم، ولكن هذا يحتاج سيارة ثانية مصرحة. ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال، سيارة مصرحة ما في إشكال. طيب يمكن تتصل معنا أو نتصل معك غدا؟ غدا صباحا إن شاء الله بإذن الله نعطيك الجواب إن شاء الله. طيب بالنسبة لإخواننا ما في فرق لا يعني حضرتك الجواب غدا. نعم، لكن أنا يعني فقط أقول يعني حضرتك غدا إن شاء الله تنزل مكة، فلو مثلا الإخوة قالوا تنزلوا بعد العشاء، فلو ننزل مثلا بعد قبيل قبل المغرب بساعة، حيث نكون في مكة يكون المحاضرة بين المغرب والعشاء أو اللقاء مع الإخوان بين المغرب والعشاء، وحضرتك يعني تنصرف بعدها، لأنهم يعني لو قلت لهم أن الشيخ وافق إن شاء الله يعني بين المغرب والعشاء سيطيرون فرحا، فأريد أن أنا أبشرهم. الله يكرمك يا شيخنا، فإن شاء الله يعني تسعد قلوب هؤلاء المحبين جميعا بمحاضرة صغيرة تأمرهم بتقوى الله عز وجل، وهم داخلون على الحج بين المغرب والعشاء غدا إن شاء الله. أيوه رايحين السيارة اللي خلفي. والله ما أعرف، في عندك مانع يعني يكون جواب ونفس الجواب يعني غدا؟ ليطمئن قلبي، أريد أن يطمئن قلبي. جزاك الله خير يا شيخنا. لأنهم شددوا علي، يعني الله يكرمك. أنت شديت لحق إخوانك ولكن لحقك. هذه كانت المرة. هو إن شاء الله بعد حق إخواني. لأنهم فعلا متعطشون جدا جدا يعني. وكثير منهم يعني لم يتسر له لقاء الشيخ بحكم ما يستطيع الخروج من الكويت أو. فيعني يقولون هذه فرصة الحج يعني فرصة طيبة. أنا أقول لك مبدئيا ما عندي مانع، لكن لابد من التشاور. يعني ما هو عندك مانع من هذا؟ قلبي لم يطمئن يا شيخنا بعد. ماذا يا أخي؟ يعني حضرتك إن شاء الله تنزل في البناء غدا عند الأخ عبد الله. وإذا كان قلبك لم يطمئن فأنا أكتفي بإيمانك. جزاك الله خير. إيش رأيك؟ أنا يعني ما أستطيع أن أنا يعني أماريك يا شيخنا يعني. عفوا، لا تماري ولا تزاري. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لكن أنا عشان الأخ عبد الله هو يعني ذاهب الآن اليوم يعني إلى مكة يزف إليهم البشرى. لكن أريد أن تستحضر في ذهنك أنني لو كنت وحدي فأعطيك الجواب فورا يعني، لكن ما أعتقد يمكن. لكن أنت صادر. نعم. مبدأ القرآني وأمره شورى بينهم.
نعم. فأنا أطلب منك أن تسمح لي عفوا بأن أشاور إخوتي هؤلاء إن شاء الله يعني، لكن أنا أعلم أن كلامك هو النافذ وأنهم لا يردون لك رغبة. لا بس أنا أيضا لست ديكتاتوريا. لا ما ليس من باب الديكتاتورية إن شاء الله. لا ليس فرضا، ده مجرد أن أمرهم في شورى بينهم، فإذا استشرتهم نعم أنا استشرتهم وقدموا لنا رأيا بس إن شاء الله أنا أضمن أنه له وجاهة فأنا أتبناه. الله يبارك فيك يا سيدنا، بس أنا أضمن أنهم سيوافقون إن شاء الله، لكن فقط يعني الحقيقة الإخوة يعني أنا أنقل تعطشهم الشديد جدا والرجاء الحار الذي أحمله. الله يبارك فيما يتعلق فيه أنا أعطيتك الموافقة. طيب لكن هي معلقة بالاستشارة. خلاص الله خلاص، فإن مثلا وافقوا يبقى بين المغرب والعشاء غدا يكون يعني إن وافقوا مثلا وقالوا ما في بأس وكذا إيه؟ يبقى بين المغرب. وين يكون اللقاء؟ سيكون في البناية اللي هي بجانب بناية الأخ عبد الله، سنذهب جميعا إليها. نحن كيف ننتقل؟ مع من نذهب أو مع من نلتقي؟ إن شاء الله أكون أنا. تكون أنت؟ نعم أخذكم منها. نعم أكون. فإذا أنت تريدني أن أكون هناك بعد صلاة المغرب؟ نعم هكذا. نعم فإذا أنت تكون هنا قبل المغرب ساعة؟ نعم تكون هنا قبل المغرب ساعة. نعم فإذا نعطي الجواب غدا صباحا. نعم فإذا كان إيجابيا كما آمل وأرجو إن شاء الله يكون الأخ عبد الله قبل المغرب هنا بساعة ننطلق. نعم إن شاء الله. أكثر يا شيخ لأنه زحمة الآن يعني ساعة ونصف مثلا. جاء كمن يشد بعضلك. الله يكرمك يا شيخ. الله يعني يعني ندخر هذه المحبة في الله لك ليوم القيامة. الله يا شيخ الله يجزيك خير. بارك فيكم جميعا. ما أعطيت الجواب نعم عن موضوع الشيخ راح نقول إن شاء الله. يعني حضرتك إن شاء الله بالنسبة للحجيج نكون مع الأخ عبد الله في المخيم لأنه أعد العدة وفي شباب كثير حتى يكون في اسكندرية. هذا إن شاء الله فيه الجواب غدا إن شاء الله. إن شاء الله السلام عليكم. وعليكم السلام. ليس لذلك